تركيا لا دخل لنا في صراع أوكرانيا مع روسيا. المقاتلات بدون طيار أوكرانية وليست تركية. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو إن الطائرات المسيرة تركية الصنع المستخدمة في منطقة الدونباس عائدة لأوكرانيا. جاء ذلك خلال رده على سؤال صحفي روسي عقب لقاء مع نظيره سيرجي لافروف في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين. وأشار تشاوشأوغلو لأن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكا للبلد الذي اشتراه. لفت إلى أن السلاح يمكن أن يكون منتجا في تركيا، ولكن أوكرانيا هي التي تمتلكه، لذلك لا يمكن توجيه أي اتهام ضد تركيا في هذا الإطار. وأوضح أن تركيا صادفتها أسلحة مختلفة من دول عدة بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة خلال حربها ضد الإرهاب في أراضي دول أخرى، واستدرك أن بلاده لا تتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضا التوقف عن استخدام اسمنا. والثلاثاء الماضي نشر الجيش الأوكراني على موقعه في فيسبوك مشاهد لمسيرات تركية من طراز بايركتار تي بي 2 تقوم بقصف الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا. سبق أن عبرت روسيا عن امتعاضها ومخاوفها من استخدام الجانب الأوكراني للطائرات المسيرة تركية الصنع في دونباس. وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً منذ نحو 7 سنوات بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير شرعية ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس. وبين فينة وأخرى تندلع اشتباكات في دونباس بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم مزعوم عام 2014.